استاذ عمرو، هاخدك لنقطه برضو. ليه الاتحاد الافريقي ما عملش زي الاتحاد الاوروبي ان هو جمع؟ يعني احنا شفنا الاتحاد الاوروبي عمل، استاذ عمرو شاهين، يعني ليه الاتحاد الاوروبي الاتحاد الافريقي ما عملش زي الاتحاد الاوروبي، جمع البطوله في شهر واحد هيلعبها من دور الثمانيه، لكن الاتحاد الافريقي خلى المباراه ذهاب واياب، والمباراه النهائيه هتكون في الرباط سواء كونفدراليه او المباراه النهائيه في دوري ابطال افريقيا هتكون في الكاميرون. يعني هو الاتحاد الافريقي ما ينفعش يتقارن بالاتحاد الاوروبي ده في كل الحالات، يعني ما تقدرش ان انت تطبق نفس اللي بتعمله اوروبا. وعلى حسب معرفتي ان ما فيش قرار نهائي بالنسبه للانديه، يعني ما اعرفش حضرتك متاكد من المعلومه بتاع الكاميرون والمغرب دي معايا ولا لا. سامسون ادامو، لكن ما اعتقدش ان ده قرار نهائي ليهم في لجنه لا ده تنفيذيه سامسون او اكد الاتحاد. لي، انت عارف سامسون مدير المسابقات يعني اداني قرار نهائي ان انا مباراه. هرد عليك، يعني هو اتفضل. سامسون برضو قال مثلا من يومين ان هو البطوله هتقام في الكاميرون في شهر واحد، ايوه، هي اللي هي كاس امم ما هو افريقيا. من وين ده يعني كان معايا. كل دي اعتبارات ما تقدرش ان انت تثق فيها 100%، ان انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل فعليا في شهر واحد. تمام. لكن انت هتيجي مثلا على النموذج اللي انت قارنته، الاتحاد الاوروبي حدد فعلا الميعاد امتى بالظبط في شهر 8، وهيلعب امتى بالظبط في شهر 8، ومين اللي هيلعب في شهر 8، والمواعيد بتاعت دوري ابطال اوروبا كلها في شهر 8، والمكان اللي هو لشبونه. طيب. ده بناء على ايه؟ بناء على ان الدوريات في اوروبا كلها بتتلعب حاليا دلوقتي. تمام. لكن احنا مثلا لو بصينا على النموذج اللي في افريقيا، النموذج اللي في افريقيا انت مصر والمغرب اللي هم اكتر اتنين معنيين بالشان ده. لو بصينا مثلا على دوري الابطال، اللي انت عندك فرقتين من مصر وفرقتين من المغرب، لا في كوره في مصر ولا في كوره في المغرب. صحيح. ودول اللي انت المفروض اصلا تبص عليهم الاول، يعني قبل ما تقول انا هلعب، ما انت تشوف مين اللي هيلعب. فالناس اللي هتلعب لسه ما لعبتش، على ايوه. افتراض ان احنا ان شاء الله مفترض ان مصر يعني باذن الله النشاط يرجع. وطبعا لازم يكون في حذر كبير جدا في الموضوع ده. لكن لا، على افتراض ان النشاط يرجع، انت ما تقدرش تاخد مواعيد زي اللي عمله الاتحاد الاوروبي، ما تقدرش تاخد مواعيد غير اما تشوف فعلا النشاط رجع في الاماكن دي، وتبقى الاتحادات الوطنيه مش بس اكدت لك بمراسلات ان انت شفت بواقع زي ما حصل في المانيا وفي اسبانيا وفي ايطاليا وفي انجلترا. راح الاسبوع ده الاتحاد الاوروبي قال احنا خلاص هنرجع النشاط والوضع كذا كذا كذا، وشهر 8 اللي هو بعد اقل من 40 يوم هيشهد المباريات النهائيه. فانت ما تقدرش ان انت مجرد تقلد الاتحاد الاوروبي، لا، انت عندك وضع مختلف. وعلى فكره هو وضع مش اصعب، ده يمكن يكون وضع اسهل، لان انت عندك في الوقت ده دولتين بس اللي معنيين بالشأن اللي هم مصر والمغرب، وده من حظك الكويس، يعني فرقتين من مصر وفرقتين في المغرب مش هيتوزعوا على كذا دوله. عندك برضو حالات زي حاله البرتغال، ويمكن احسن، يعني تونس يمكن حاليا من افضل الاماكن على مستوى العالم فيما المنتخب، يخص التعامل مع الوباء. المنتخب رجع، المنتخب التونسي في معسكر وشغال ما دلوقتي، عندهمش اي مشكله، ما وما عندهمش عندوش اي اي مشكله. حالات، يعني الدوله الوحيده يمكن في افريقيا اللي خاليه من الحالات تمام. في الوقت الحالي. طيب، فعندك اكتر من حل. يعني قبل ما اروح للاستاذ خالد، هل عدم انتظام المواعيد اللي حضرتك بتقولها ان المواعيد دي مش اكيد يضر بالتسويق الرياضي في افريقيا؟ هي دي مشكله في افريقيا من زمان جدا الحقيقه، يعني مشكله ان طبعا ما تقدرش ان انت القاره الافريقيه مشكلتها انها قاره ضخمه جدا وامكاناتها متواضعه جدا. فيمكن من اكبر المشاكل، يعني سيبك من الوضع الحالي ده، وضع وباء ووضع استثنائي للعالم كله، لكن انت كنت بتيجي قبل كل كاس امم وتاجل البطوله زي بالظبط البطوله اللي جايه دي. يعني البطوله اللي جايه دي كان المفروض ميعادها العام السابق واتشالت من المكان ده، راحت مصر. ده نفس الوضع او الدايره اللي احنا ماشيين فيها بقى لها 25 سنه. ده مش بس خطا من الاتحاد الحقيقه، ده برضو خطا من القائمين على البطوله، ان انت بتبقى عندك ناس بيتفق معاك ويعمل جدول اعمال ان انا هنفذ الملاعب دي او هنفذ الاستادات دي او هنفذ الاماكن دي، وفي الاخر ما بيلتزمش بالكلام ده. تمام. فما فيش شك ليها تاثير سلبي طبعا، لكن ده وضع لازم تتعايش معاه في افريقيا. تمام. يعني.